خلاص بقى احنا كورونا اتعودنا عليها وبقت عشرة وبتاع وعايشة معانا وعايشين معاها وبتاع. فقلنا ايه النهارده؟ قلنا نعمل عيد ميلاد لكورونا، كل سنة وانتم طيبين، النهارده 100 يوم على ولادة كورونا. يوم تمر الآن منذ أن تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن أول حالات التهاب رئوي لأسباب غير معروفة ظهرت في الصين. 100 يوم غيرت العالم بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة بعد ظهور ما يعرف باسم فيروس كورونا المستجد COVID-19. فالمنظمة بذلت كل الجهود من أجل إبلاغ العالم لحظة بلحظة بالتطورات، وحتى إعلانها عن أن فيروس كورونا يمثل حالة طوارئ صحية عامة، ثم الإعلان عنه كوباء وأيضا كعدو أول للبشرية. وقام بكل الجهد من أجل إنقاذ أرواح البشر في كل مكان بالعالم وكل دولة فقيرة أو غنية، ووعدت بأنها ستستمر في تلك الجهود داعية أن تتحد جهود دول العالم عبر الأيديولوجيات والاختلافات لمواجهة الفيروس. في الأول من يناير، بعد ساعات فقط من إخطارنا بالحالات الأولى، قامت منظمة الصحة العالمية بتفعيل فريق دعم إدارة الحوادث التابع لها لتنسيق الاستجابة في المقر وعلى المستوى الإقليمي والقطري. وفي 5 يناير قامت منظمة الصحة العالمية بإخطار جميع الدول الأعضاء رسمياً بهذا التفشي الجديد، ونشرت خبر تفشي المرض على موقعها الرسمي. نحن معنيون بشكل خاص بحماية أشد الناس فقراً وضعفاً في العالم، ليس فقط في البلدان الأكثر فقراً ولكن في جميع البلدان. طوال 100 يوم الماضية كان التزامنا الثابت هو خدمة جميع الناس في العالم بإنصاف وموضوعية وحياد، وسيظل هذا هو تركيزنا الوحيد في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة. ففجأة وبدون مقدمات اجتاح العالم وباء كورونا الذي أوقف الحياة على سطح المعمورة. فبعد أن كان البشر يمارسون حياتهم بشكل طبيعي من خروج للمتنزهات وأماكن عملهم، وبعدما كان السياح يتنقلون من مدينة لأخرى، وكان الرواج السياحي يعم العالم أجمع وما له من تأثير على الاقتصاديات العالمية، حدث ما لم يكن متوقع لتستبدل وسائل الإعلام العالمية والمحلية أجندة برامجها اليومية، وأصبح الخبر الرئيسي عبر كل وسائل الإعلام يدور حول كورونا وما يمكن أن يسببه من فناء للبشرية. فعلى مدى 100 يوم شل الفيروس المكتشف طرق السفر الدولية والحركة الاقتصادية، وحجز نصف البشرية داخل منازلها، وأصاب أكثر من 1 مليون شخص بالعدوى، ليصبح العالم في حالة إغلاق. فالأماكن التي كانت تعج بصخب الحياة اليومية وضجيجها أضحت مدن أشباح بعد فرض قيود هائلة من عمليات الحجر المنزلي وإغلاق المدارس وحظر التجمعات العامة. كل هذا يدفعنا الآن للسؤال: متى ستنتهي هذه الأزمة؟ ومتى نتمكن من مواصلة الحياة بشكل طبيعي كما كانت؟ إسراء سعد، آخر النهار.